حكومة الإقليم تختلف عن حكومة المركز. حكومة الإقليم يحكمها رأس واحد ورأس مسيطر ويعلم كل شاردة وواردة، تهريب ما تهريب كله بعلم الحكومة. أعود تعقيب على كلام الأستاذ دريد، يعني الحكومة حقيقة سابقا ذكر الأستاذ دريد الصفرة، فعلا الآن الحكومة أيضا تأخذ القرارات على غرار الصفرة، أي مادة المفروض بعد ما تدخل من إقليم كردستان إذا ما بيها منفستات منشأ البضاعة والمستورد، وما هي حمولة هذه؟ خلي الحكومة شحنة. أولاً تقدر توحد التعرفة الجمركية، الذهب يدخل من مطارات بشكل ومنك يدخل بشكل. نعم ما تقدر. خلي توحد هذا كل سبب بعدين خلي تقدر تشتت الكتل السياسية والنظام السياسي الذي جاء بعد 2003 وعدم توحد هذه الكتل لخدمة البلد، أصبحت مغانم هذا البلد، أصبح مغانم كل كتلة سياسية، كل حزب، كل جهة، الإقليم في جهة والوسط في جهة والغربية في جهة والجنوب في جهة، كل من يعتبر هذا البلد مغانم. ودشوف الآن أعضاء مجلس النواب، يعني ما هي إنجازات أعضاء مجلس النواب أخوتنا وأساتذتنا وأحبائنا؟ أكثر من 100 مشروع قانون على رفوف مجلس النواب لحد الآن ينتظر. نعم هذا خلل كبير جداً.